ضيفتنا عندها رغبة وأيضا طموح يعني وفرص حطتها لنفسها وكانت إيجابية معها في التفاعل معها علشان تكون ناجحة، وأكيد كل ناجح عنده قصة نجاح خلف هذه الأمور اللي حققها. أحلامها كثيرة وأحلامها ما لها حدود. بنتعرف على هذه الشخصية من خلال عسيف، ولكن من خلال هذا التقرير. مسي عليك فرح الحميضي، ونقول لك يا هلا فيك في عسيف والاي تي في. اليوم يعني اكيد ستستقبل شخصيه في التصميم الداخلي، ودائما احنا حريصين ان ننوع دائما ضيوفنا، واليوم ضيفتنا فرح بنتكلم في امور كثيره، ولكن ما بنتكلم عن التصميم الداخلي كثر ما نتكلم عن شخصيتك. يا هلا فيك، حياك الله. مشكورين وما قصرتوا، شكرا على الاستضافه ومساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا ونورتينا. يمكن لو احنا نبي اي معلومه عن التصميم الداخلي نقدر نسوي لها سيرش في جوجل ونلقاها، ولكن احنا نبي قصه النجاح هي مؤثر ومحرك اكيد للمتابعين. كيف البدايه اذا تحبين نتكلم عن البدايه، ومن بعدها ننتقل اكيد في تسلسل. اول ما بديت انا تخرجت كمصممه داخليه انتيريور ديزاينر، واشتغلت في المجال هذا، وشوي شوي بلشت اتجه الى التعليم. استخدمت اول شيء السوشيال ميديا اني اعطي معلومات بسيطه حق المتابعين، ولقيت انه في شغف وعطش حق المعلومات. صحيح. اللي قاعده اقدمها عن التصميم الداخلي بكل مجالاته، ففكرنا ان نسوي دوره عن التصميم الداخلي، مبادئ التصميم الداخلي ممكن نسميها، وصار فيها اقبال كبير. فحسيت ان فعلا المشاهد او الناس يبون يتعلمون بالتصميم الداخلي، يبون يصممون بيوتهم بروحهم، يبون يسوون شغلهم بروحهم. فجتنا فكرة إن نسوي برنامج متخصص بالتصميم الداخلي، يكون سريع، معلومات بسيطة توصل للهواة. التارجت مالنا أو الناس اللي نبي نوصل لهم هم الهواة اللي يبون يتعلمون التصميم الداخلي عشان يصممون بيوتهم، ممكن الطلاب اللي يبون يدرسون التصميم الداخلي بس خايفين مو عارفين هل فعلا هذا الشيء يبونه أو ما يبونه. حتى بالموسم الثاني، الحين احنا قدمنا الموسم الأول والموسم الثاني، بالموسم الثاني دخلنا اكثر، قمنا نكلم المعماريين والمصممين اللي اشتغلوا بالشغله هذه. فباختصر هذه كانت بدايتي لما احنا وصلنا اليوم. جميل. انت اليوم 12 سنه من الخبره والعطاء المميز خلينا نقول في هذا المجال، مثابره مبين عليك في يمكن برنامجك التلفزيوني وايضا قناه اليوتيوب، ايضا انت مقصره جدا في تفاصيل كثيره الكل يمكن يقدر يستفيد منها. وين تبي توصل فرح الحميضي بعد هذه السنوات من الخبرة؟ وين أبي أوصل؟ أنا اليوم أبي ممكن أقول اللي قاعد أسوي هذا استثمار حق المستقبل حقيقة. أبي أسوي قاعدة تكون ثابتة قوية لكل واحد يبي يتعلم تصميم داخلي. يعني أبي الواحد سواء كان هاوي يقدر يدخل على البلوغ مالي ولا اليوتيوب مالي ويفهم أكثر عن تصميم حقه شخصيا. ناس تبي تدرس ممكن تطور نفسها في مجالات وتخصصات صغيرة، طلاب مو عارفين هل هالشيء يبونه ولا لا، وهم متخصصين ياخذون خبرات، لأن بلشت الحين أجيب مصممين ومعماريين نقابلهم نتعلم عن خبراتهم وتجاربهم. جميل. بالعمل الحر بهالمجال. تبادل المعلومات. بالضبط، تبادل المعلومات. وإن شاء الله أنا قاعد أفكر بالمستقبل. اليوم إحنا بس جايين بالدولة الكويت، بس افكر ان نتوسع للخليج والدول العربيه، نبدي نشوف المصممين خبراتهم مجالاتهم مصانعهم، هذه كلها ودي احطها كلها تحت سقف واحد، ان الناس تي وتتعلم وتاخذ كل الاشياء اللي تحتاجها سواء كان هاوي او صحيح. متخصص. يعني تقريبا ما شاء الله احنا لما نتكلم عن البزنس نقولنا البزنس مغامره، لكن اللي يحبها ما يشوفها مغامره، يشوفها صفقه رابحه. انتقلتي من البزنس الى توعيه المجتمع، يعني تحقيق النضج وتحقيق ذواتهم ايضا باللي حابين، قاعد تاخذينهم من ايدهم، هذه بدون انانيه يعني قاعد توفر لهم اياه موجوده. هل ايمانا منك باهميه الديكور الداخلي انه هو لازم يصل للكل ويكون في المتناول؟ هو ايمانا مني بهذا المجال وثقتي فيه، وشفت بالفتره الاخيره ان تخصص التصميم الداخلي شويه مهضوم حقه لما نيجي نطالع التخصصات الثانية. إذا بتكلم عن صعيد التخصصات مجملا، يعني لما أي أحد يقول حق أمه وأبوه والله ودي أدرس تصميم داخلي، يقول لا شنو مستقبل تصميم داخلي؟ صحيح. درسوا طب، محاسبة، دشوا بزنس، محاماة، هذا مستقبلها.
اوضح لهم فيحسون بامان حق عيالهم. لكن اللي كنت ابي اوصله للتصميم الداخلي ما هو يعني متجزئ بجزئيه واحده، ممكن الواحد يتفرع فيها متفرع كبير، وهذا لما يتصمم قابله المصممين اللي تخصص بالاثاث، اللي تخصص بالمشاريع السكنيه، اللي تخصص بالتجاريه، تعتبر حرفه يعني ما هي سهله، اللي دش بالتعليم يعني. في غيري وايد دشوا وقاموا يعلمون ويقدمون دورات بالتصميم وبالعماره وتصميم كامل يعني. إذن يعني تجدين أن التصميم الداخلي هو مؤثر؟ طبعا يعني مؤثر. كمان موجودة لو حد احترفه يعتبر مؤثر، مؤثر ومهم أن حتى نثقف المتلقي شلون يختار المصمم الداخلي، شلون يختار المعماري الصح، لأن إذا اختاروا صح هم راح يسهلون على روحهم، سواء كان قاعدين يصممون مشروع ولا قاعد يصممون بيت. فنبي نثقف الاختيار هذا. في وايد مرات بالآونة الأخيرة بعد نقول والله احنا ننفذ مشروعكم والتصميم بلاش. اعتقد هذه إهانة حق مهنة هذا التصميم الداخلي، وإهانة للتصميم، ان التصميم لازم الناس تستوعب ان في وقت كبير قاعد يدخل فيه. صحيح برا الاستشارة بفلوس، فما بالك التصميم ككل يعني. صح، ففي وقت، في فكر، في حفظ حقوق الفكرة هذه نفسها. فلما انا اي استهين بالمبلغ اللي ادفعه ولا ما احس انه له قيمة، هني المفروض المجتمع يثقف ويصير عنده وعي ان التصميم الداخلي يعني مثل المعماري، مثل الطبيب، مثل اي شيء ثاني. يعني الحين فرح نقدر نقول ان المصمم الداخلي وظيفه يقدر يجني منها مال جيد؟ كل وظيفه ممكن نجني منها، وكل وظيفه ممكن نقتل نفسنا فيها. صحيح، يعني حسب تميزنا وشطارتنا. شلون واحد يكون طموح وشلون ممكن يكيف نفسه على العوامل اللي موجوده حوالينا. جميل. الحين في شركات عندها مشكله مع اصحاب البيوت، دائما الشركه تطمح انها تكون هي شريكه في البيت، إيه؟ انها تدخل في تصميم البيت، ولكن في بعض الاشخاص يقول لك لا، انا ابيك تصمم لي الديوانيه، ابي تصمم لي بس الصاله. شنو هذه المشكله؟ وضحي لنا اياها اكثر. هو مو غلط ان احنا ناخذ جزئيه صغيره بالبيت ونصممها، لكني اروح حق شخص مختص يصممها. وين تي المشكله؟ ان لما يكون البيت مشطب خالص ويجي حق المصمم يقول له تعال سوي لي الغرفه هذه من غير لا تغير اي شيء، احنا ما احنا ما عندنا الايد السحريه اللي صحيح. ممكن نقلب المكان منه الى، لازم يكون للمصمم المجال انه يبدع عشان يصير نتيجه من الصفر. تقصدين من الصفر؟ طبعا صحيح. عشان يكون في نتيجه مقبوله ومرضيه للعميل من الشغل اللي مسويه المصمم الداخلي. مو غلط اني اخذ انا جزئيه صغيره من الغرفه او من البيت، بس انه يكون عندي حريه اني اغيرها كامل عشان نفكر كل شيء فيها. ويعتبر التصميم الداخلي من يعني المجالات اللي مثل البحر، يعني أذواق كثيرة تكون فيها، فشلون تربطون هذه القصة في قصة الذوق على في البيت؟ يعني يكون هو صاحب البيت أو صاحب الشركة لا ذوق، وأنتم تشوفون أن هذا القرار الصائب من ذوق آخر، يعني كاستنادات علمية أوكي. الذوق شيء، وإن نصمم على حسب الفانكشن ولا الشيء اللي قاعد يصير بالمساحة هذا شيء ثاني. الذوق كل واحد لما يبي ياخذ يعين مصمم أو معماري أكيد بيشوف شغله ويشوف إذا هذا المعماري المصمم يمشي مع ذوقه ولا لا. فني نختار إحنا المصمم الصح. وقت ما أنا أختار المصمم الصح إن شغله والأعمال اللي قام فيها تناسب ذوقي والشيء اللي أبي، مفروض أثق فيه، فأخليه يشتغل على راحته، على روحه اللي يعطيها في بالضبط التصميم. لأنه هو عنده ستايل، كل مصمم له ستايل وبصمة واضحة بستايله. ف وقت ما انا اختار المصمم لازم اثق فيه انه هو يسوي الشغل، هو عارف شغله، عارف شلون هو راح يكيف المكان هذا انه يتماشى مع حياتي او يتماشى مع البزنس مالي او يتماشى مع شركتي. فلازم يكون في ثقه بعد ما انا اختار هذا المصمم. يا بخت من يختارك، ما شاء الله عليك ذوق، ويعني ميسره الامور لكل من يعني حاب انه هو يتابع التصميم الداخلي سواء في اليوتيوب او حسابك، يعني المعلومات صارت متوفره بالنسبه لهم عن طريقك. بما انك دائما عفوا حبيبتي قاعدة تتابعين أكيد المهندسات البقية أو المهندسين الموجودين على الساحة في الكويت، وأيضا يمكن تستضيفينهم من خلال الوركشوبس اللي قاعد تسوينها أو اللقاءات اللي قاعد تسوينها، ايش رايك فيهم؟ بالعكس لما أتكلم عن الكويت فيها يعني طاقات جميلة لما أتكلم عن التصميم الداخلي والمعماري، يعني يفوقون أو ممكن ينافسون حتى الأسواق العالمية. إيه، لأن في وايد فازوا جوائز عالمية. أي ما شاء الله.
في طاقات انا وصلت عليها, وفي وايد ما مدانا وقت ان حتى نقابلهم. ان شاء الله بالمستقبل راح نقدر نقابلهم ونبين للناس عن طريق هذا البرنامج تصاميم شنو موجود بالكويت, وان شاء الله بالمواسم الجايه شنو موجود بالخليج والدول العربيه من ابتكار وابداع من ناحيه التصميم والعماره. جميل. يمكن الان فرح الحميضي ترأس 3 شركات. اي نعم. اضافه الى تقديم خلينا نقول هذه الحلقات في اليوتيوب وتصوير تلفزيوني لبرنامج يتكلم عن التصميم الداخلي, كل هذه الأمور ما تعملك شوشرة شوي أو تعمل بس أعتقد التريك إن الواحد يكون نظم وقته ويكون عنده فريق يقدر يعتمد عليه يشيل الشغل عنه, ويكون هو بس مثل انه يمكن هذه النقطة صحيحة, يكون مثل اللي يتحكم بالأوركسترا, انت سوي كذي وانت سوي كذي ويخليهم يشتغلون ونشوف مع بعض. يعني اكيد انا ما اشتغل بروحي, هذا شيء لو بشتغل فيه بروحي لا يمكن اسوي 10 اللي قاعد اسوي هذا. احنا مرات ندش مكان نشوف الالوان كئيبة من داخل نضايج, ليش حط هاللون, ليش حط هالطاولة, واحنا مو متخصصين في هذا المجال. انت اللي متخصصه اذا دشيتي بيت مخبص ولا لقيتها مخبص يصير فيك يعتمد هل ما تضايجه من داخل وتحسين او تصارحهم يعتمد هل اقدر اصارح ولا ما اقدر اصارح. بس اذا المكان مثلا اذا صاحبه البيت عاجبها بالنهايه انا اعتقد التصميم ما في صح وغلط, اسود وابيض. معقوله ما في الذوق يعتمد يعني وايد عام, مثل ما نسميه سبجكتيف. انت شنو ذوقك, انت تحب هالشيء ما تحب هالشيء. انا ممكن احد يدخل البيت عندي يقول ظلمه لان انا ما اعتمد وايد على سبوت لايتات. فالشخص لازم يكيف بيته على راحته. في عندنا قوانين نمشي عليها, لكن بالنهايه انا عندي قناعه ان هذا البيت ملك صاحب البيت. حتى لما اصمم بيت حق احد اصممه 70%, اترك 30% هذه لاهل البيت انهم يحطون لمساتهم فيها, انه يحطون شخصياتهم فيها, ذكرياتهم فيها, عشان يكون مرتاحين في النهايه. طبعا خلينا نرجع على محورنا الاساسي والفكره الاساسيه من وجودك معنا ولقانا فيك. قلنا انا بتكلم عن قصه نجاح كانت تسلسل من بداية الجامعة, وبعدين انتقلنا إلى السايت والتلفزيون وأيضاً 3 شركات اللي تديرينهم. شنو أضافوا لك هالمراحل لشخصيتك؟ شنو أضافوا لشخصيتي؟ عرفت أني أقدر أتكيف مع الأوضاع. يعني أنا كل شيء أسويه جديد بسبب شيء قاعد يصير. يعني لما انتقلت من التصميم الداخلي إلى تصميم الإكسسوارات المنزلية كانت بسبب الأزمة المالية اللي صارت. أها. وبعدين اكسسوارات ماليه اكسسوارات منزليه الى الدورات من السوشيال ميديا. لما طلعت السوشيال ميديا فتحت لي فرصه اني استوعب ان في عطش حق المعلومات. فمعناه حسيت ان انا ما راح اوقف عن شيء, دائما لازم نتكيف, لازم نتغير, لازم نواكب, لازم نصير وما نقاوم التغيير. في كثير من الناس قاومه التغيير, لا انا بس اصمم, انا لا يمكن اعلم, انا لا يمكن ادخل بالاشياء الصغيره مثل الاكسسوارات المنزليه والاثاث. لا, لازم احنا نمشي مع الموجه تصعد نصعد معاها وننزل معاها عشان ما يصير في ريزيستنس ومقاومه, بالنهايه احنا راح نكون خسرانين. نقدر نقول الحين فرح الحميضي غيرت في ثقافه بيوت كثيره, وبنات كثار كانوا يتابعونك عرفوا شلون يبدون يصممون الان حق روحهم. اتمنى اني اقول نعم, هذا شيء ما اقدر انا اجاوبه. يعني انت اكيد تلمستي من خلال شهادتي بنفسي, ما ادري يعني اكيد في ناس اكيد في ناس تدز لي سوينا, وعقب ما سمعنا حلقتك سوينا كذي سوينا كذي. وانا متمنيه ان نقدر ننشر الثقافه هذه اكثر, مو بس بروحي. لما انا اخلي مصممين ثانيين يشوفون شنو قاعد اسوي ويبدون يتكلمون عن هالاشياء, الثقافه, شلون ننقي المهندس, شلون نركز, شلون ننقي حتى المقاول, شلون نتعاقد مع المقاول, شلون انه يكون مفهوم الكلام بيني وبين المقاول مفهوم عشان ما يصير في عندنا مشاكل. صحيح. اخر شيء كل ما نشرنا هاي الثقافه وكل ما حسينا اللي قاعد نسويه هذا مفيد لعالم التصميم. يعني بالبدايه كان احس ان ليش قاعده تدرسي, ليش قاعده تعلمين, هذه المهنه لها اسرارها. لا, انا مقتنعه تماما ان العميل لما يكون فاهم شنو قاعد يصير بالتصميم راح يسهل على كل مصممين مو بس علي انا. لما يروح لهم راح يروح لهم فاهم, راح يروح لهم مقدر هذه الوظيفه, مقدر هذه الفيز او المبالغ راح يدفعها عشان يصمم التصميم. فاتمنى ان الثقافه هذه مو بس تنتشر بالذوق ان شلون يغيرون ويسوون, لا, تنتشر باحترام المهنه هذه. صحيح. وتقديرها.
طبعا ما شاء الله على كلامك، يعني اكيد في حد اثر بحياتك، يعني في وانت في الخارج، يعني خارج الكويت، او وانت موجوده هني، يجوز ان في احد ادعمك، ان قالت يلا ابدي، انت عندك المقدره، عندك الامكانيه، تقدرين تعطين هذا العطاء. يمكن كثيرين يكونون موجودين يقولون لك ايش حقه، ليش قاعد تسوي كذا، ليش قاعد تضيعين وقتك. اكيد في احد ثاني بيكون لك سند دائما لفرح الحميدي. خلينا نشوف مع بعض منو سندها فرح الحميدي. هنا مع بعض نشوف صوره لوالده فرح الحميدي الإعلامية إقبال الأحمد، وإحنا مع بعض رياكشنك موجود، إيش حابة تقولي لها؟ أمي أختي، أمي لما كبرنا شفناها شلون تشتغل، شفناها شلون الصبح كانت بكونة وبالليل فتحت لها مجال ثاني. علمتنا أن المرأة ما توقف عن شيء، علمتنا أن تقدر، الواحد دائما لازم يقدر يشتغل وما يستسلم، وحسنتنا حتى وهي تشتغل تقدر يصير عندها أسرة ويصير عندها عيال وتجاب لهم، يصير عندها بيت، يصير عندها زوج تراعي. فما أقدر أقول. شنو خذيتي من صفات إقبال الأحمد؟ أخذت أعتقد من صفات إقبال الأحمد القوة والصبر، أخذت منها من جانب الأمومة أتوقع بعد. ما أدري وايد أشياء. أتوقع لما شفتي صورة والدتك تلخبطتي شوي. ما توقعت، فاجأتوني. فاجأناك أكيد. فريق الإعداد ما شاء الله عليهم مرتبين أيضا حتى سيناريو الأسئلة وأيضا الصور اللي يتلقاها ضيوفنا. نتمنى لها إن شاء الله كل خير، وعسى الله يحفظها لك إن شاء الله، ودوم هذه الصداقة بينكم المثمرة إن شاء الله، وتكون لك دائما دعم وسند إن شاء الله. مشكورين ما قصرتوا. يعطيك العافية على وجودك معنا اليوم، ونتمنى لك فعلا يعني من مستوى إلى مستوى أعلى. ومثل ما يقولون دائما لما واحدة تطبخ رايلها يقول لها ايش دعوة فاطمة حسين الحين داش المطبخ. نتمنى بعد خلال سنة سنتين اذا 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 الواحدة قامت تتغير الاثاث دعوة فرح العميضي الحين. كان زين عاد هذا كمان اسعد. طبعا احنا بنتحكى اكيد قبل الختام عن مشاركتك كمعرض عالمي ومشاركات عالمية ايضا ما شاء الله عليك، يعني مو بس النطاق المحلي او النطاق الخليجي اللي ناوية توصلين له، ايضا وصلتي للعالمية قريبا راح توصلها ان شاء الله. مشكورة. خلنا نتحدث عن هذا الموضوع. احنا تقريبا من 3 سنين شاركت في معرض فرنسا اسمه ميزون دوبجي، هذا من اهم المعارض بالتصميم الداخلي والاثاث. كله كان حلو، بس كان احلى شيء عندي لما اول ما حطينا البوث وكان على اسمي علم الكويت، فكانوا يو الناس يقولون هذا العلم شنو. فكان تقول لهم هاي الكويت مكانها هني، هذه احنا طريقتنا. فكان مفتخرة أكثر إني أنا رحت يعني مثلت الكويت، مثلت الكويت هناك، سفيرة. مثلت الكويت، خليت الناس تعرف الكويت، وإنه أفتخر أنا بهالمنتجات اللي حطيتها إني مكتوبة عليها ديزاين أند ميد إن كويت، إن هذا منتج مصنوع من الكويت. فكانت تجربة وايد حلوة، تجربة خلتني أشوف إقبال الناس اللي مو عارفين إن القطع اللي قدمها قطع وايد تلامس تراث الكويت، يعني الاستكانات، المطارات، البواخر وهالأشياء. مو بس كذي، سالفة الدوة لازم نسولفين عنها. إي والدوة هالأشياء كلها. انهم حتى يفهمون الكلتشر الكويتي شنو طريقته، وهذا اساسا احنا بعد هم نستخدمه يعني عاده على طول، ان شاء الله يصير له في مكان بالمطار كذي سوفينيرز اللي طالعين من الكويت ياخذونه. اي يعني حلو ياخذونها تذكار من الكويت. الدواء مثل ما قال زميلي طالب، احنا مقبلين ان شاء الله على موسم مخيمات والشتاء كاهو جاينا، ويقولون الدواء يعني شكلها غير مختلف. احنا طبعا نتكلم عن الدواء اللي هي حاملة الفحم نقدر نسميها. صح. شلون كان التصميم؟ فكرت لما قلت بصمم، أنا أي شيء أصممه أحب أفكر إنه يصير مستخدم بأكثر من طريقة. فلما فكرت بالدواء فكرت إنه يكون مكان طبعا يحطون فيه الفحم، وإنه ممكن يكون داخلي وخارجي، فلما يدخلونه داخل يحولونه إلى كهرباء، ممكن يستخدمونها للصيف. وإن فيها أماكن للتخزين، لأنها صغيرة مو وايد كبيرة، في ممكن تسحبونها وتحطون تصير مثل طاولة على الجنب. فحاولت إن هالدواء إن تكون عملية وأكثر من استخدام، أكثر من استخدام، وبالإضافة إن ممكن كل واحد يختار اللون اللي يبيه عشانها. كل القطع اللي أنا أصممها الواحد ممكن يشكلها ويلونها على كيفه، على حسب ما يبي. اللي يبيه. شلون يقدرون يطلبون؟
عن طريق الويب سايت piecesbyfarah.com، وعندنا طبعا اكونت الانستغرام piecesbyfarah، وعن طريق التليفون او يجونا المعرض في مجمع. عاد احنا قاعد نشوفها معانا على الهواء، والصراحه وانت تسولفين صار لي مده ادور دوا يعني تصير حق البيت يعني حق مره خارجي وتكون هم شكلها وايد حلو انه انيق وكذي، وتنفعني اذا الالوان تكون مميزه اللي انا احبها. صح، والصراحه حالاتها اشتياي الحين الشاي المخدر. اي صح على سنه يلا يعني نقدر الحين نطلبها من السايت ممكن. وتوصل إيه. ممكن تطلبونها وتوصل. الحين الاجواء يمكن محتاجه اكيد، وخاصه الاجواء الشتويه. صح، واحنا يمكن الكويتيين ما في واحد يستغني عن كنا بس يبدي الجو يصير حلو قعدوا برا. اي طبعا طبعا بلشوا الناس اساسا يعني. صح. صح. الجو ما شاء الله وايد متعدل في الكويت، وان شاء الله توفرين كميات كبيره منها إن شاء الله. لان يعني اعتقد ان العرض حلو حق الشتاء. نشكر وجودك معنا، استفدنا وايد من تجاربك اللي قدمتيها في مجالك التصميم الداخلي. ان شاء الله دائما بهذا العطاء تكونين متفوقه، ونتمنى لك كل خير ان شاء الله. مشكوره ومشكورين على الاسئله الحلوه هذه. الله يطول عمرك. شكرا على وجودك معنا فرح الحميضي، وان شاء الله اتمنى نلتقي معك ان شاء الله يعني بعد نجاحات اخرى اكيد ان شاء الله. الله يوالك العافيه. الله يسلمكم، مشكورين ما قصرتوا. اذا مشاهدينا ننتقل الى فاصل، بعد الفاصل مستمرين معكم في عسيف من الاي تي في.